السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات التأثير والتركيب الصوتي، واللي راح نستكمل فيها العمل على المكسر اللي بدأناه في المحاضرة الماضية، وأيضا نستكمل فيها التمرين العملي اللي بدينا فيه وسناك أتاك. نتوجه لبرنامج الأوديشن، وارجع افتح البروجكت تبعنا، راح اعمل اوبن ريسنت واختار السناك اتاك اللي احنا حفظناه. ببساطه اشتغلنا المره الماضيه على الميكسر وفهمنا كيف احنا نضيف اكثر من تراك واكثر من باس ميوزك، وكيف نحول الاصوات هذه للباس ميوزك. طيب الان انا بدي ارجع على الاديتور، وبدي اضيف من الفايلز اللي عندي ملفين، مثلا اوديو فايلز، بحيث نشتغل عليهم. على فرض هذا ده عمل للاصل اللي احنا اشتغلنا عليه، المثال تبعنا ميوت. تمام، وبدي اخذ كمان واحد. ممكن انا ارجع هيك بس على اساس ان انا بدي اياهم، واخلي الاوتبوت يروح على الباس ميكس، باس ميوزك مبدئيا، وبعدين نرجع نعمل تراجع عن الاشغال او الاشياء اللي احنا عملناها. الان عندي انا تراكين بدي اشتغل عليهم، حاشتغل على الميكسر وحشوف النتيجه في الايديتور. فبدي اسحب الميكسر هنا واعطيه مساحه اوسع، زي ما قلنا بدي اشتغل على الميكسر واشوف النتيجة على الاديتور. طيب ايش اللي احنا بدنا نعمله؟ في المحاضرات الماضية في تماريننا العملية تعرفنا كيف احنا مثلا نرفع الفوليوم تبع الميوزك، الصوت، نزود الفوليوم ونخفضه ونضيف له كي فريمز حسب المشهد. يعني انا بدي في نقطة الصوت هذا يكون مرتفع، في نقطة الصوت هذا يكون منخفض. فببساطة احنا عملنا زوم ورحنا هنا، في عنا شغلتين، الشغلة الأولى الفوليوم، والشغلة الثانية البان. الفوليوم الصوت نضيف له كي فريم يرتفع وكي فريم ينخفض بهذا الشكل ويرجع يرتفع، والبان إنه احنا نروح ما بين اليسار واليمين. هذه الشغلتين كنا نعملها بشكل يدوي، لكن احنا ممكن نعملها بفعالية أكتر. يعني الآن وإحنا نتفرج على الفيديو، على فرض في عندي كمان شاشة جنب الشاشة اللي أنا بشتغل عليها وشغال عليها الفيديو، وبدي أبدأ أرفع الصوت وأخفضه مش بالكي فريمز بهذه الطريقة. إذا اشتغلته على برنامج الأفتر إفكت، فإحنا بنضيف أول كي فريم وبعدين بنصير أي حركة نعملها هو يعملها أوتوميشن. أوتوميشن يعني يسجل مباشرة أي تغيير أنا بشتغله. الآن كيف إحنا بدنا نعمل أوتوميشن في الصوت؟ خلينا نرجع الأصوات هذه لمستواها الطبيعي، وأنا بدي أجي أعمل ميوت لهذا وأشتغل على واحد من هذه الأصوات. طيب الصوت هذا لو أنا أو التراك وسعته، بلاحظ إنه في عندي كلمة ريد بتظهر، بضغط على السهم اللي جنبها بيظهر لي بعض التفاصيل التانية. ريد ايش يعني؟ يعني مود القراءة، انه الان احنا بنشغل والتراك بيقرأ محتوى الموجة الصوتية. ببساطة، تمام؟ طيب بدي اروح اختار بدل الريد رايت. رايت رايت لايش؟ شو انفلوب للفوليوم. رايت للفوليوم، اكتب على الفوليوم. ايش تكتب الان؟ الفوليوم ممكن احنا نتحكم فيه من خلال الايقونة هذه الكنترولر، او من خلال التاتش هذا. اوكي طيب ملاحظ لما فتحت له الفوليوم اعطاني هنا خط جديد وهو خط الفوليوم، وهذا الخط انا قادر برضو اضيف عليه كي فريمز وابدأ
أتحكم فيه بالشكل هذا، لكن مش هذا الشكل اللي أنا بدي إياه واللي أنا محتاجه. فمجرد أنا كتبت له أو حكيت له أنت رايت، شغلت بالمسطرة زر المسافة، بدأ الصوت يشتغل معي، بقدر أتحكم من هنا حسب المشهد. هنا بدي أخفض الصوت، بعد شوي بدي أرفعه. لاحظوا أنا بتحكم بشكل جدا سهل في مستوى الصوت. مجرد ما توقفت عن التعديل، فبلاحظ أنه راح ضاف لي كي فريمز وحفظ العملية اللي أنا قمت فيها. نعمل زوم ونشوف، لاحظوا كيف كل التعديلات حفظ لي إياها. بس هنا في ملاحظة، مجرد ما أنا خلصت تمام بدي أرجع المود لريد عشان ما يعدل على الصوت. ممتاز. طيب هيك أنا عدلت على الفوليوم. وهنا في عندنا ملاحظة، بشكل افتراضي لو أنتوا اشتغلتوا على برنامج الأوديشن عندكم، خلينا أنا أعمل سيلكت لأول كي فريمز وهي ديليت إلهم، حيكون عدد الكي فريمز أكتر بكتير من العدد اللي طلع معي. طيب هروح على Edit Preferences، هختار Multi Track، ومن الأوتوميشن عندكم بيكون تقريبا 30. 30 إيش يعني؟ يعني كل 30 ملي سكند خد كي فريم. هاي رايت تشغل، بلاحظ انه عدد الكي فريمز اللي اخذها ضخم جدا، كتير جدا، حتى التعديل عليه بده يكون بالنسبة الي شوي صعب. لكن لو رحت انا من Edit Preferences على المالتي تراك وغيرت مالتي تراك، غيرت هنا ل 300 او ل 300 ملي سكند، يعني كل 300 ملي سكند خد كي فريم. نرجع، عفوا احنا عاملين تاتش فبدنا نرجع على الريد ونشغل. في هنا مشكلة، لحظة، ريد، نرجع على الرايت مش الريد، ونرجع بس الصوت زي ما كان لمستوى، دبل كليك هنا ونرجع على الرايت ونبدأ نسجل. اوكي تمام، نرجع هنا على الريد. لاحظوا سجل معاي بهذا الشكل. نروح نختار حاجة تانية، انه انا بدي اعمل رايت بس بدي اعمل للانفلوب اللي هو مين؟ البان. شو يعني بان؟ البان الليفت والرايت، وسلكت للبان، يعني الان راح ضاف لي كمان خط انا اتحكم فيه اللي هو خط الليفت والرايت. الليفت والرايت بقدر اتحكم فيه من هنا، من هذا الكنترولر او من هذا الكنترولر اللي موجود في الميكسر. طيب نشغل، مجرد ما يتوقف قلنا نرجعها لريد، بلاحظ انه الان ايش عمل لي؟ برضو سجل لي للبان ليفت ورايت. هاي الحركة لحالها بتظهر، كل الصوت في الليفت، الان بدأ الصوت يروح على الرايت ويدمج ما بينهم. طيب ممتاز. الآن في بعض الأحيان بيلزمني أنه أنا أشتغل على التراكين مع بعض، يعني مثلا أنا بدي أعلي الفوليوم تبع واحد وأخفض الفوليوم في نفس اللحظة،
في اصبع، كأنه في اصبعين شغال، انزل هذا وارفع هذا. هنا للاسف فش عندي امكانيه ان انا اجي اربط هذا بهذا، ارفع واحد يتخفض الثاني او اي حاجه. ليش؟ لانه مش راح يشتغل زي ما يد الانسان بتشتغل. ففي جهاز ممكن اسمه نانو كنترول 2، هذا فيه تراكات، جهاز بيتوصل بالحاسوب وبيشتغل على اكثر من برنامج، مش بس الاوديشن، وبنقدر احنا نعلم التراكات نوديها هيك، كل تراك مين اللي يتحكم فيه، ونشتغل بايدنا طبعا. في ازرار للميوت، ازرار للسولو، ازرار للريكورد، للتشغيل بشكل كامل. وسعره يعني اتوقع بحدود ال70 ل100 دولار، لكن كتير مفيد للناس اللي بيشتغلوا في مجال الصوت والميكسينج يعني بشكل اساسي. بهيك احنا على الاقل صرنا عارفين كيف نعمل عمليه الاوتوميشن. طيب الان في عندي كمان جزئيه في موضوع الاوتوميشن نفسه. خلينا نعمل ميوت لهذا واجيب التراك اللي تحت. تمام، في عندي بدل الريد رايت وتاتش. التاتش فيها اختلاف بسيط جدا عن الريد. خلينا اقول له بدي تاتش للفوليوم، كويس، ونشغل. لاحظوا هنا بس معاي ايش اللي راح يصير. انا بدي اتحكم في الصوت، خزن لي او سجل لي كي فريمز نفس الآلية. لكن الاختلاف فيه انه حافظ على القيمة الأصلية. طيب كيف يعني؟ يعني انا بديت من الصفر، نزلت طلعت نزلت، لما وقفت رجع تدريجي لقيمته الأصلية ورجع للصفر، مش زي الريد. شوفوا الريد، خليني أعمل عفوا الرايت، هاي الرايت الآن، هاي القيمة موجودة في الصفر. تمام، أشغل وأخفض الصوت وأرفعه وأخفضه وأرفعه وأخفضه وأتوقف هنا، بلاحظ أنه كل الصوت كمل لتحت بهذا الشكل. تمام، هذا الاختلاف بين اللي هو الريد والتاتش. طيب تعمل تراجع عن هذه الخطوة. وهنا بنلاحظ كمان انه في امكانية انه ايش نعمل، نعدل على الكي فريمز عادي. نروح نضيف كي فريمز ونعدلها. ممكن نعمل في الرايت نحدد الكي فريم اللي هو ضاف لي اياها وابدأ اتحكم فيها بهذا الشكل وانقلها من مكان لمكان. فبالتالي انا عملت اوتوميشن، وبرضو انا قادر على التعديل سواء في الفوليوم او في البان. ولاحقا ان شاء الله تعالى في مستويات متقدمة في عندنا الايكوالايزر بنقدر نشتغل عليهم، الراك في الانبوت والاوتبوت، الميكس، كل هذا ممكن احنا نروح نعمل له عملية الاوتوميشن. طيب الان انا راح احذف الاصوات وارجع للشكل الاساسي اللي كنت اشتغل عليه عشان نكمل المثال تبعنا. نروح على الاديتور، هذا التراك كله نعمل ديليت. وهذا التراك برضو ديليت. طيب نبدأ التسجيل، نعمل ريكورد ونعمل ريكورد.
خلص لعند هنا، ممكن نوقف التسجيل ونشوف ايش الشغلات اللي سجلناها. طبعا هذا الكلام بتم في استوديو، بتم بأدوات بسيطة جدا، ممكن نشوف مثال عليها. يعني يكون الواحد وهو قاعد بيسجل عنده مثلا كيس بلاستيك، عنده قطع معدنية، عنده مثلا أوراق خروش فيها، بحيث إنه يعمل نفس المؤثرات الصوتية اللي هو بده إياها داخل المشهد. طبعا إحنا بدينا نشتغل، لكن في بعض الشغلات حتكون متأخرة، بعض الشغلات حتكون مقدمة، بعض الشغلات بدها معالجة. نسمع. الخطوة الآن كالتالي: دبل كليك على التراك هذا بحيث انه يفتح بشكل منفصل واشتغل عليه. بدنا نبدأ نعدل على الأصوات اللي موجودة او اللي سجلناها، اللي في البداية هذه كلها أصوات احنا ما بدنا اياها، تمام؟ يعني هي تسجلت من البيئة، فبدي احددها واروح اكتمها بشكل كامل. طيب بيجي بعدين عندي مثلا صوت المشي الأقدام، حتى اللي في الأول هذه فيه خروشة. هذه الخروشة انت تروح بشكل كامل، ممكن احنا بنعرف نضغط Alt وسهم. بس نحرك اشي بسيط، ممكن نعمل زوم اكتر. ايوه بهذا الشكل، بحيث نحدد الصوت بشكل ادق ونكتمه، وهذا الصوت ونكتمه، نسمع ونشوف هل مناسب ولا بدنا نحذف هذه الاجزاء. نفس الحاجة هنا، نفس الشغلة في هذا المكان. لو كنا في استوديو أتوقع هذه الأمور يعني مش راح تكون موجودة بكثرة. تمام، راحت الخروشة. الوقت بدنا نروح على إفكت، نضيف عليها إفكت إيكولايزيشن، بارامتريك إيكولايزر. خلينا نختار هنا ديفولت بحيث انه يعطيني اياه اللينير يعني، وابدا اعدل عليه ان اوصل للصوت المطلوب. ممكن نعطي في هذا المكان نقرة الرجل تختلف شوية، يعني كأنه حذاء امرأة. تمام، هنا برضو نفس الحاجة، ممكن نعلي شوية في منطقة الميد. تمام، ممكن نعطيه بيز أعلى، وماخد بيز نعطيه بيز أعلى و أبلاي. كمان إفكت ممكن إحنا نضيفه ونعمل عليه اللي هو صدى، لأنه هو يعني بتمشي، أو المرة هاي بتمشي في قاعة، فبدنا نروح نعطيه ريفيرب، ستوديو ريفيرب. ممكن خلينا بس في الأول نشغل الصوت، لاحظوا كيف يختلف الصوت كأنه في قاعة. الريفيرب احنا حكينا لما شرحناه انه ما بينفع اثناء العمل، اثناء التشغيل انا
أعدل في البراميترز، بطفيه وبدي أقول له أعطيني كأنه في قاعة كبيرة زي ما احنا شايفين هنا. هاي أبلاي، الصوت كتير عالي، ممكن احنا نخفض جزء من هذا الصوت. اللي في الآخر هذا، لحظة نشوف ايش اللي ملوش لزوم. اتوقع هذا وهذا، لو مشيناهم احنا مع الفيديو، هي وقفت هنا فنخلصهم. نرجع نسمع. ممتاز. طيب الآن بدي أروح للمقطع الثاني نسمع. أوكي هذا هيك. بدي أجي على الفريكونسي، طبعا أنا موجود عندي هنا الفريكونسي، بدنا نعمل اللي هو صوت المرأة، هذا بده يكون شوي مرتفع الفريكونسي تبعه. طيب هذا عبارة عن effect time and pitch manual pitch correction. شغل اللوب ونشغل الصوت. لاحظوا كيف صار الصوت، هاي صوت بعد الإفكت، هذا قبل الإفكت. طيب هاي أبلاي للصوت. هنا في عنا شغلة، خلينا نروح للفريكونسي بالشكل هذا. بدي أحدد منطقة طبعا احنا هذه المنطقة هذه كانت فيها صوت واحنا خفضناه، الآن بدي أجي أحدد المنطقة اللي هنا وأسمع الصوت اللي فيها. فيها نويز خفيف جدا، خلينا نعلي. جدا نويز خفيف. طيب هذا النويز كيف احنا بدنا نتخلص منه؟ كنترول او عفوا شيفت بي، بعدين كنترول A، بعدين كنترول شيفت B. ايش هذا؟ effect noise reduction capture noise print، بعدين noise reduction apply. هذا هو اللي عملناه احنا واللي بنعمله دائما لما بنسجل صوت. كمان ممكن هنا نيجي نلاقي تحت في نويز، نحدده ونسمعه. لا هذا مش نويز، ممكن نخفض اكتر المستوى. اوكي ونعمل الها ديليت، نرجع ونسمع. Mm-hmm.
هذا الصوت اللي هو صوت السحاب يعني تبع الشنطة، ممكن احنا نخفضه بس اشي بسيط جدا. طيب هذا النهاية نعملها ميوت، نرجع نسمع. تمام. طيب هذا الصوت، نروح طبعا نضيف إفكت إيكوالايزيشن بارامتريك، شغل. بدناش البيس، هاي ونعملها وكأنها في داخلة جوا يعني جوا الآلة، مش منها وبرا. شوف الإفكت قبل وبعد، وهاي أبلاي. نسمع طيب الآن بدنا نشوف هذا الصوت اللي هنا، أتوقع ما في مشكلة، ماشي سينكرونايزد مع المشهد اللي عندي. تمام، يعني متطابق الصوت مع المشهد هذا. نسمع. نشوف هذا المشهد أو هذا الصوت، بدنا نخفضه شوية، أو يعني بنقول مش كتير متطابق مع المشهد بشكل كامل. فإحنا ممكن نبدأ نعمل عملية اقتطاع لهذا الصوت، نقتطع منه جزء ونعدل عليه. بس وين بدي أعدل عليه؟ بدي أرجع على المالتي تراك، هاي الصوت، عشان في هنا أدوات بتساعدني على التعديل. نعمل هيك، في عندي أداة الريزر، هاي نقتطع الصوت من بدايته من نهايته. الصوت هذا ممكن احنا نأخر شوية. طيب في أداة هنا بدنا نتعلمها اللي هي توجل جلوبال كليب ستريتشنج، هذه بتعمل ستريتش للصوت. أول شغلة طبعا هذه بنستخدمها حتى في السينك، الكلام الصوت مع الشفاه، لما نحكي ممكن نلاقي حرف خلص قبل هنا في الفيديو أنا بدي أمده في الصوت، فباجي بعمل ماركرز. يعني أنا بدي الصوت نهايته قبل ما تطلع ايدها من الشنطة، بدي هنا، فممكن اضغط ماركر ام. كويس، لو انا عندي حرف معين بدي احدده برضه بحدده بالماركر بهذا الشكل. طيب بحدد هذا الصوت وبضغط على التوجل، وفي عندي هنا مثلث ظهر، بسحب هذا المثلث وبعمل ستريتش او
ضغط لصق نسمع. طيب انا الكثير انا اللي عملته ستريتش، ممكن هنا في البدايه اشوف هل انا مع الصوت ولا بعيد عنه. في البدايه ممكن اقتطع جزء بهذا الشكل، نعلم ونسمع. تمام، هيك انا بالضبط جبت الصوت مع المشهد اللي عندي. هذا الكلام ننطبقه كمان على الصوت هذا اللي هنا. طيب ملف الصوت اللي اعطيناكم اياه او الاس اف اكس موجود ومليان مؤثرات صوتيه ممكن انتم تستخدموها، غير المرفوع على الموديل برضو اللي لهذا البروجكت. مثلا يمكن هذا يستخدم كصوت قطار مع التعديل عليه، طبعا صوت ريح. لا هذا مش كتير مناسب مع المشاهد اللي موجودة عندنا. بنسمع هاي الأصوات، راح نستخرج منها أصوات كتير مناسبة مع البروجكت اللي احنا اشتغلناه. وطبعا في النهاية بدنا نجمع هذه الأصوات والفيديو مع بعض ونعمل لها ريندر باستخدام أدوب ميديا انكودر بحيث تطلع كفيديو متكامل. يعطيكم العافية.